تصريح أشرف حكيمي يبكي الملايين في الكاميرون والعالم، انظر ماذا قال. مشاهدي قناة كريتيك سبورتس، يا مرحبا. كشف أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب عن كواليس حياته الأسرية، وذلك قبل مواجهة منتخب مصر والمغرب، حيث قال النجم المغربي أشرف حكيمي في تصريحات صحفية: لا أخجل من الحديث عن ماضي أسرتي. والدي حسان حكيمي كان بائعا متجولا، ووالدتي سعيدة موح كانت تعمل خادمة، لقد تعذبا من أجلي وكان يضحيان لكي أتدرب وأمارس كرة القدم. كما سألته الصحافة بعد تسجيل الهدف وقالوا له: لماذا لم تفرح كثيرا أثناء تسجيل الهدف؟ ليجيب حكيمي: احتراما للأرواح التي راحت بسبب التدافع المأساوي والذي حدث خلال مباراة الكاميرون. فما تعليقك عزيزي المشاهد؟ إليكم الكلمة.